كل من يعرض سلعة أو للبيع للمرتهن الجنائي إن لازم السعر يكون مكتوب عليه. ادينا فترة المنتجين الكبار اللي هيقدر يطبع السعر على السلعة وهنبتدي نتابعها من 1-3. لازم تديهم فترة عشان في سلع في السوق، أو على الأقل هيبقى فيه لاصق ستيكر، كلنا بنسميه ستيكر على العلبة أو ستيكر على الإزازة بسعر البيع، بحيث يكون أقل من سعر البيع اللي معلن من المنتج اللي هو كان أقصى سعر البيع، أو يبقى مكتوب على الرف أي سلع ليس فقط السبعة، أي سلع مش هيبقى مكتوب عليها السعر أو معلن بطريقة واضحة هيتم الإنذار، وإذا تكرر سيتم المصادرة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحيث تبقى السلعة مجهلة وغير معروفة للمصدر. الكلام ده محتاج مننا تعاون كبير جدا، سواء مع أجهزة رقابية كلها، والحمد لله اللجان المتشكلة هتبقى من وزارة التموين ومن جهاز حماية المستهلك ومن المحليات ومن مباحث التموين ومن أمن في المديرية على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى المركز. فالدعم المجتمعي والدعم الشعب لمثل هذه المبادرة مهم جدا حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك. الحقوق كلنا بنشتغل عشان المواطن المصري في الآخر، إنما زي ما قلت وبعض الناس ما بتنبسطش من اللي أنا بقوله، أهم حاجة الوفرة ثم انضباط السوق حتى يمكن احترام حق المستهلك أن يأخذ سلعة جيدة ومتاحة بسعر عادي. أنا حبيت أتكلم في هذا الموضوع، وإحنا هنا بنفتتح مثل هذا الصرح التجاري المتميز وهذه المنطقة الروسية، بسبب كل ده يؤدي إلى زيادة حجم التجارة المنظمة، وبالتالي يمكن المتابعة بطريقة علمية حتى يمكن أن يكون هناك احترام لحقوق المستهلك وأن يكون هناك سلعة جيدة بسعر عادل، وإن شاء الله بالتوفيق لكل من شارك في هذا المشروع، وإن شاء الله بالتوفيق لوزارة التموين ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين في ضبط ومتابعة الأسعار ليس فقط للسبع سلع، ولكن لكافة السلع أن يكون هناك سعر معلن أمامنا. برضو هقول جملة عشان بس كل الناس بتكلمني، يقول لك أنا بروح ألاقي الزيت هنا ب 43 وهنا ب 45 وهنا ب 46، إيه اللي مضايقك؟ ما احنا عايزين منافسة، احنا عايزين نفتح شرايين السوق. يقول لي نفس الحال، نفس الحال، وانا عارف هتقوم الدنيا عليا تقوم، بس ركز، احنا ما بنحددش اسعار. نتيجة لو حددنا اسعار، انا بحدد اسعار السلع اللي وزارة التموين وشركاتها بتنتجها، انما اجي احدد لحضرتك سعر انت بتنتجه فامرت ايه؟ يعني نفسي اعرف تديك اماره بس يعني. وبعدين لو حددنا السعر وحضرتك ما عجبكش وطلعت من السوق، مش خسرنا كيان منتج؟ اذا لابد من حريه سوق حر منضبط. لما تلاقي واحد كاتب 43 وواحد كاتب 45 وواحد 46 شيل من 43، ما ينفعش اقول للناس كل الزيت الخليط ب 43، ما ينفعش. في شركة غير شركة غير شركة، في شركة بتنتج كميات كبيرة ممكن تعمل تخفيضات معينة، في شركات متوسطة، في شركات أصغر. فحرية المنافسة وده مهم جدا، وعندنا جهاز دعم المنافسة ومنع
الممارسات الفكريه. يوم انا اقول احدد، طب وبعدين؟ سهل جدا بامانه، مفيش اسهل من قرار يحدد سهل، بس مفيش اصعب من ان هذا القرار ما يؤديش الى اختفاء سلعه او نقصها في السوق او كذا، ونقعد ندور على السلعه من وراء الكاونتر او من كذا، وبعدين نرجع نقول طب فين النقابه؟ لا لا، ما ينفعش نعمل احنا مشكله وبعدين نروح نراقبها. الحق قال دلوقتي القرارات المنظمه لهذا الموضوع، طلع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 وقرار وزير التموين رقم 200، دول عشان كل المنتجين ملتزمين بان هو يشتغل بالفاتوره الالكترونيه وفيها سعر المصنع وسعر اقصى سعر للمستهلك. ثم اللي بيبيع له لابد هيطلع فاتوره وتبقى نقدر نتابع، ومن ثم نستطيع ان احنا نقول لا الراجل ده مظبوط او الراجل ده لخبط في السعر او عمل كذا او عمل مشكله معينه. وبالتالي ارجو ان نتعاون جميعا حتى نزيد من الاستثمارات في بلدنا، ونزيد من توفر السلع في السوق، ونزيد كذلك من انضباط السوق.